في الاستوديو نستقبل معنا ضيفنا الاستاذ وليد سموم مقدم برنامج ايش صار على تويتر على اليوتيوب. اهلا بك استاذ وليد. من المعجبين بالدائره اقول لك على برنامج ايش صار في تويتر. والله احنا حنتكلم ايش صار في تويتر هنا في جيف بالضبط. احنا دحين ما نبي نتكلم على ايش صار في تويتر على السوشيال ماتر على المجتمع كله، نبي نتكلم على ايش صار في تويتر على مستوى متجدد الاقتصادي. اي صحيح. طبعا اليوم يمكن لسه عشان اليوم الافتتاح ولسه ما صارت اكتيفيتي كثيرة أو كبيرة، كانت من إحصائيات كعدد التغريدات كانت إلى حد ما متوسطة. كان في تفاعل كثير من الحضور في البداية، كان من نقل الأحداث من بداية الدخول للقاعة، تصوير القاعة، وصول لصاحب سمو الملك الأمير خالد الفيصل، كانت بتنقل الأحداث خطوة بخطوة. طبعا بعد كده وصل يمكن الكلمة أو الشيء الحدث المهم اللي حصل اللي هي كلمة الشيخ صالح كامل، واللي برر فيها حديثه اللي 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 فهم بطريقة مختلفة عما كان يقصده في تويتر قبل يومين. ممكن بس نوضح ايش الكلام اللي انقال عشان بس الناس، ممكن الناس اللي ما سمعتنا تفهم ايش هو قال. هو قال انه اول الكلام اللي انتشر في تويتر انه الشقة صغيرة تنفع لثلاث، بدل ملازم كل غرفة يكون فيها 10 افراد، فيها الان 10 افراد الان. أيوة. كل واحد يبغى غرفة. فمن هنا اتخذ كلامه بدأوا يعني الناس اخذته بطريقة شوية مختلفة. هو برر الكلام ده انه اخذ عليه بطريقة خطأ ومو هذا اللي كان يقصده. وقال انه الاحصائيات انه 60% من السعوديين، احصائيات وزاره التخطيط انه 60% من السعوديين يمتلكوا مساكن بشكل او باخر. طبعا هذه الكلمه الوحيده، يمكن الكلمه الاكثر انتشارا في تويتر حاليا، انه هذه 60% من السعوديين عندهم مساكن بشكل او باخر. الكلمه هذه اقتبسوها كثير من المغردين وانتشرت في تويتر بشكل يعني سوت اضرار كبيره. الكلمه الاولى انه الغرفه ايام زمان 10 افراد بيناموا فيها، الان ال10 ابناء كل واحد يبغى له غرفه. نعم. هي اللي اثرت يعني وسوت ضجيج اكبر. من الكلمه الثانيه اللي هي 60% انه السعوديين ايش عفوا يمتلكوا مساكن بشكل او باخر، هذه حسب احصائيه وزاره التخطيط. فطبعا هذه كلمه اقتبست من كلامه وانتشرت في تويتر بشكل جدا كبير. برايك استاذ وليد، هل صار تويتر يعني مكان لتصيد الاخطاء وتركيز الضوء، تسليط الضوء على السلبيات زي ما حصل مع الشيخ صالح، او برايك انه المفروض يكون تويتر يعني مكان حيادي، هو بيمثل صوت الشاب، هو بيمثل صوت الشارع؟ يعني وإن جينا الكلمة حيادي فهي الحيادية بمعناها الصح، يعني كل مين عنده 140 حرف يقدر يتكلم زي ما يبغى بالفكر اللي هو شايفه بالمنظور اللي هو شايفه، فهي هذه الحيادية بمعناها الصحيح، مو في أي مكان تاني. إنه ما يكون موجود في قيود على ما في لا قيود ولا أي رقابة. أكيد طبعا لا في قيود ولا أي رقابة. فهذه هنا إذا بتتكلم عن الحيادية فإنه فعلا هي هذه الحيادية، كل مين يتكلم بوجهة نظره اللي هو شايفها. طبعا تترتب عليها خلفية الثقافية والتربوية طيب انت يعني عندك خبرة في الموضوع ده، هل هناك يعني يوم حنحط عليه كنترول على تويتر انه احكام وشروط للناس؟ والله اذا رجعنا لنفس المنتديات زمان، اذا ايه؟ حطينا شروط واحكام حنرجع للمنتديات. هل ينفع تكون انا لا طبعا ما ينفع. وقت ما نحط عليه شروط او قيود الناس حتطلع، الناس ما تبغى لا قيود ولا شروط. هم هل حيستطيعوا يحطوا هذه القيود من نفس تويتر الام؟ يستطيعوا طبعا، يقدروا طبعا، بس نفسها شركة تويتر حتى في بعض الدول طلبت بعض القيود، رفضت شركة تويتر. هذه مبدأهم انه كل واحد عنده 140 حرف وحرف فيها، ما عاد ما في بعض الشروط الخصوصية اللي ما حد يتعدى على خصوصية احد. هذه اهم حاجة عند نفسها شركة تويتر. اذا انا مثلا يا نايف حطيت رقم جوالك في تويتر، قلت هذا رقم نايف ازعجوه، اقفل حسابي انا على طول، لان تعديت على خصوصيتك. انا حريتي تقف عند خصوصية الآخرين، ضررك للآخرين. صحيح. من هذا المبدأ، مبدأ الخصوصية وحرية التعبير وحرية الرأي، يمكن احنا بنقول تويتر هو بيمثل كل شاب وكل فتاة داخل كل بيت، هل ما زال عندنا يعني الصورة ليست واضحة تماما من صورة حرية التعبير؟ في ناس بيفهموها بشكل خطأ، فبالتالي بنشوف في تجاوزات، بنشوف في صحيح يا نائب. أنا فبنشوف في تجاوزات. أنا دائما أقول إنه تويتر أول مكان يلتقي فيه السعوديين مع بعض،
جميع السعوديين صحيح. بجميع اطيافهم بجميع بدون حواجز بدون بجميع ثقافاتهم انت بتتكلمي بمملكة متسعة الاطراف في الشمال ثقافة الشمال مختلفة عن الجنوب ثقافة المنطقة الغربية مختلفة عن الشرقية عن الوسطى احنا بنتكلم بلد متنوع الثقافات فما قد تقابلنا مع بعض يمكن تويتر اول مكان نتقابل فيه مع بعض فعشان كده بتحصل احيانا صدامات كل مين يبغى يفرض ثقافته وخلفيته الفكريه والتربويه على الشخص الثاني وكل مين شايف انه هو الصح صح. يعني انت مثلا لو دزيت علي ناس وحطيت رقم تليفوني الموجود في تويتر والناس كلها بدات تهاجمني راح يقفل حسابك صحيح مظبوط طب هل كان هناك في ضرر للقضيه اللي احنا قاعدين نتناقشها اللي حصلت مع الشيخ صالح كامل في ضرر انه اتقفلت الحسابات قبل كده لا لانه ما حد اتكلم وما حد نشر شيء خاص للشيخ صالح كامل على تويتر فما حد عوقب ما حد اتعاقب انت بتتكلم في لوائح حتى لو انه الشيخ صالح كامل شاف انه والله في احد اتهجم عليه بشكل او باخر او تعدى عليه او او او, أو في قانون جرائم المعلوماتيه يقدر يشتكي صاحب صحيح. الحساب للاماره او للشرطه يتقدم في سلسله من الخطوات يقدم فيها لغايه ما يجيبوا صاحب الحساب حتى لو انه صاحب الحساب هذا طالع بشخصيه وهميه يمكن الناس ما تعرف شيء معلومه هذه انه حتى لو انت بشخصيه وهميه يقدروا يجيبوا الاماره تقدر او باسم مستعار او بشخصيه وهميه متعارف عليه نعم. ففي اداره متخصصه ممكن تجيب معلومات طبعا. الحساب طيب سيد وليد خلينا نرجع مره ثانيه لبرنامجك كيف ممكن تسلط الضوء على المنتدى في برنامج ايش صار في تويتر والله بما انه بحكم البرنامج متوقف لفتره بسيطه حنرجع بعد اسبوعين فاعتقد انه ايش الاسباب الأسباب لوجستية أكثر وقت يعني أسباب إنتاجية مش إيه أسباب إنتاجية حنرجع بعد أسبوعين إن شاء الله وأعتقد وقت استغلينا الفرصة هذه وطلعنا هنا في قناة ديوان عشان نقول إيش صار في تويتر عشان ندي منتدى جد اقتصادي حقه في الكلام إيش صار في تويتر سبب أضرار للمجتمع ولا لا إيش صار في تويتر نفسه كبرنامج لا إيش صار في تويتر حيادي هو حيادي شوف انا اقول لك على انا اقول لك على حاجه يعني احنا كاعلاميين تمام احنا انا حيادي بس انا بقول المعلومه للناس واسيبهم هم يفكروا فيها فنوع المعلومه اللي بقدمها للناس يعني انا مثلا حقدم قضيه فلسطين فالناس طبيعي حتكلم على قضيه فلسطين نوع القضايا اللي انت بتقدمها ايش تبى الناس يفكروا فيها هذا انت بتتحكم فيه مظبوط كلامي ولا لا صحيح ايش الاشياء اللي انت في النهايه فيها؟ في النهايه انا بقدم الدارج في تويتر ما بجيب شيء من عندي ايش اللي بيحصل في تويتر ايش الهاشتاجز اللي بتضرب بتصير ترند انا هذه اللي باخذها وبعرضها عن طريق المغردين نفسهم حتى مو عن طريق انا كل مره بيجوني 4 اشخاص او 3 اشخاص ضيوف مغردين عندهم تاثيرهم في تويتر هم بيتكلموا فانا ما بتكلم نهائيا انا بعطيله نظرة الحيادية ايش حصل مين اتكلم من مثلا من مشاهير بعد كده هو يتكلم بوجهة نظره انه هذا ايش قالوا ده ايش رد عليه وده ايش اتذكر حلقة في يعني حصل عليها بلبلة وفي ناس كثير يعني اتجاوزوا الحد بالانتقاد والسب والشتم حتى وصلت يمكن لحد القذف كان في حلقة بتتكلم فيها مغردة هي دكتورة وصاحبة برنامج يوتيوب لكن كان التصوير في سيارة أي. لكن اتفهم الموضوع خطأ انه هي بتصور سيارة انه هي بتحرض على موضوع قيادة السيارة من جديد لكن كانت الفكرة هو شيء رمزي لا اقل ولا اكثر كيف تتعاملوا مع هذا الردات الفعل العنيفة اللي بتحصل والله شوفي يعني إنما الأعمال بالنيات أيوة. يعني الفكرة ما كانت مخطط لها أصلا يعني كنا أنا والمخرج وكانت في الدكتورة وقت التصوير فقال لي إيش رأيك نغير في الست شوية إيش رأيك نعمل حاجة غريبة قلت له إيش تبى تسوي قال خلينا نصور في السيارة أنا نسيت إنه في موضوع أصلا عن قيادة المرأة أتكلم فيه صاحبنا سلطان عبد المحسن أيوة وعملنا تصورنا في السيارة السيارة طبعاً وقفت في مكانها وعملنا حركات إخراجية إنه السيارة كأنها بتتحرك هي ما كانت بتتحرك وصورناها اللي تفهم من الناس إنه إحنا بنحرض على السواق إنها ساقت برا وكانوا بيرفعوا حتى عليها قضية إنه هي بتحرض على السواقة وإنها بتسوق حتى بيعرفوا إيش الشارع اللي كانت سايقة فيه صحيح بعدين نزلنا صور من الكواليس إنه هذه كده كان التصوير إنه السيارة كانت واقفة ما هي في شاشة خضراء كان في كروم حاطينها بتفرضوها انه سيارة الشارع كمان لكن انتم كسياسة انتاج يعني للبرنامج ما بتسعوا للمواضيع اللي هي بتصير شكل ولا بلبلة في المجتمع انتم ماشيين جنب الحيط في بعض المواضيع اللي هي اللي السياسية اللي مستحيل ترضي اي طرف من الاطراف
كده تحسي الموضوع شويه معقد نكون بعيدين عنها فتجنبا للمشاكل مع اي طرف من الاطراف. طيب استاذ وليد انا دحين شايف انه يعني برنامج السار في تويتر احيانا بتجيب هم فريقين، فريق ليبرالي وفريق متدين، عشان اكون معك صريح، وبتسبب الخلاف هذا، هل هذا انت حطيتها الاجنده الاكثر رواج عشان يزيدوا عدد الفولور او عدد الفيور شيب حقك؟ والله شوفي ما هي الاجنده الاكثر رواجا، بس هي هذه الاكثر رواجا. اجنده مش خاصه انه اجنده شيء كبير وكذا، ولا انا بتكلم على اجندتك انت. لا شوف اقول لك حاجه، اعتقد انه تويتر بكبره صاير صراعات بين ليبراليين ومتشددين، وهذا بيخبط في ده وده بيخبط ده، والليبراليه ما هي الليبراليه السعوديه اللي احنا بنشوفها، ليبراليه مختلفه عن الليبراليه الاوروبيه طبعا. ما مزبوط. يعني انا صراحه يعني حتى ماني قادر افهم كيف الناس بتفكر مع بعض، كيف احيانا بيدمج الليبراليه مع العلمانيه، حتى انا نفسي ليبراليه وعلمانيه وملحد. ايوه تتلخبط. واحد يجي يقول لك انت ملحد، انت ليبرالي يعني انت ملحد، استغفر الله العظيم وكفرك وامشي. طب ترى الليبراليه ممكن يكون واحد متشدد في الدين وبيصلي صلاته بانتظام وفي المسجد يكون فكره ليبرالي. الليبرالية شيء مختلف، يعني انا ما ادعم لا ليبرالية ولا انا لا دا ولا معدل. المجتمع السعودي يعرف ينتقد بعضه الاخر ولا لا؟ للاسف لا، لانه اول ما تبدا انتقاد يعني سب يعني هجوم يعني شتم يعني تعدي على خصوصياتك، يعني زي ما حصل يمكن شفنا يمكن مثال حمزة كشغري. تمام. من حطوا قضيه احداثيات بيته. طبعا. بغض النظر هو حمزه غلطان ما هو غلطان، ما لي صراحه في التفاصيل هذه، بس انه يكون انه حط عنوان شخص على الانترنت على الشبكه هو غلطان يستتاب، يعني عشان نكون بالامانه هو غلطان نعم يستتاب، يعني باب الرحمه وباب الباب التوبه مفتوح للجميع، بس صحيح. انه انا اشهر بي واحط بيته هذا شيء مش مقبول. صحيح. هل هناك طيب قوانين تقدر انت تجيب الناس هذول اللي حطوا بيتهم، لان هم الحين تعدوا على حدود الاخر طبعاً. ولا حدود الاخر توقفت عشان حمزه قشقري اصبح قضيه راي عام؟ اكيد طبعا تقدر، النظام هنا يحميك، تقدر تجيبه تتكلم، تقدر تبلغ عن الحساب والجهات الامنيه تاخذ اجراءاتها، بس ما تدري ايش يحصل، يعني عشان حمزه، عشان قضيه حمزه تحديدا. تمام. ايش ممكن يحصل؟ طيب سيد وليد ختاما، هل في رسالة معينة أو في هدف واضح من برنامجكم، ولا أنتم بتصوروا الواقع إلا بيحصل في تويتر وبتنقلوه على اليوتيوب؟ لا أبدا ما في أي رسالة، إحنا بنصور إيش اللي بيحصل في تويتر، بنلخصه للناس اللي ما تقدر تتابع تويتر بشكل دوري وبشكل يومي، تقرير أسبوعي. تويتر أخباره متسارعة وسريعة، وفي أشخاص كثير ما يقدروا يتابعوا، ويمكن إحنا مستهدفين الشريحة العمرية الأكبر اللي فعلا هي مشغولة، هي اللي بتتفرج علينا أكثر حاجة. أستاذ وليد سموم مقدم برنامج إيش صار في تويتر على اليوتيوب، أشكرك، أشكر مجيئتك، وإن شاء الله راح نكون معانا إحنا. أكيد إن شاء الله.